الحمد لله. والماتش النهارده كان ماتش الكاميرون، احنا عاملين حسابنا وطبقا لتقارير الاتحاد ماتش تقيل جدا، لكن ولادنا يعني الحمد لله شرفونا وربنا يوفقهم يعني في اللي جاي ان شاء الله. يعني بطوله كمان اصلها بطوله افريقيا ومؤهله لكاس العالم، ف يعني اهميه الموضوع في كده، فان شاء الله يوصلوا، لان الفريق ده يعني مجتهد، لكن طبعا ظروف الكورونا خلت الاعداد مش في توقيته المناسب، لكن يمكن السنه اللي فاتت سافرت لهم تونس واخدوا رابع، كانوا لسه خارجين من ثانويه عامه، لكن ان شاء الله ربنا يوفقهم وافضل. الماتش الجاي ان شاء الله هيبقى تقيل جدا بقى مع المغرب. يعني بعد ما رجعنا افريقيا اللي فاتت كنا خسرانين، كان ده دافع لينا ان احنا نرجع بشكل اقوى، والحمد لله كان ماتش ركزنا من امبارح، الفرقه ملتزمه، كل ملتزم، كله مركز انه يعمل حاجه في الماتش ده، كله مركز ان هو يحقق حاجه، كله مركز ان يبقى الكاس في مصر، والحمد لله كنا ملتزمين امبارح على قد ما نقدر، وكنا داخلين مركزين ان الماتش ده بتاعنا والبطوله دي بتاعتنا، وان الكاس مش هيبعد عن ارض مصر خالص. طبعا اللعيبه واخده على بعض، احنا بنرجع النادي مع بعض وبنيجي المنتخب مع بعض، ودايما يعني ال 12 شهر في السنه كلهم تقريبا مع بعض دوري، ونرجع المنتخب بطولات مع بعض، فدايما في الملعب حتى بشكل كبير في تفاهم، في ثقه بينا، في محبه بينا، ده بيخلينا يدينا دافع في الماتش او في التمرين عامه، اللي احنا نعلى بشكل كويس، نبقى فاهمين بعض اكتر، ونقدر نحقق اي حاجه مطلوبه مننا طول ما احنا مع بعض. احنا الماتش الجاي ان شاء الله هيكون فرقه كويسه، مش هنقول ضعيفه، هتبقى فرقه كويسه، بس مش هيبقى بنفس القوه بتاعت ماتش النهارده، هيبقى فرقه اقل شويه، وان شاء الله هنكون رجاله، وباذن الله هنعمل قد ما نقدر، ونحاول قد ما نقدر ان احنا نسعد الجماهير ونسعد الاتحاد ونسعد الجهاز الفني المحترم اللي معانا. مبروك ليك ولينا والجمهور العظيم ده والمسؤولين. بصراحه اللعيبه ما اثرتش، برغم ان فتره الاعداد كانت قليله، بس واثرت شويه على الاداء الفني النهارده، الفتره قليله وكله مضغوط وعايز يكسب، فكان اثر على الاداء في الشوط الثالث، برغم ان احنا كنا مسيطرين، بس الحمد لله رجعنا تاني وقدرنا نكسب. انا ما بقولش الفرقه دي قليله، فرقه الكاميرون فرقه قويه جدا، فرقه كبيره ومستواها كويس، بس احنا لعبتنا مستوى احسن، وفي احسن هيظهر ان شاء الله في ماتش المغرب ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. والله النهارده اللعيبه كلها على قد المسؤوليه وكله نفذ حسب المكتوب بالظبط، احنا درسنا الفرقه دي والحمد لله قدرنا نوصل بالشكل اللي احنا عايزينه، ومشيناهم بالطريقه اللي احنا عايزين نلعبها، قدرنا نسيطر على مجريات اللعب ومسكنا مفاتيح اللعب عندهم، احسن لاعب عندهم كان مركز لعيب مركز واحد، الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا، وان شاء الله نهدي فوز الجمهور المصري.